دبي وأنا نرسل أحر تمنيات للفلسطينيين المسلمين ومن حول العالم ومن يحتفلون بعيد الأضحى، ونهنئ الحجاج هذا العام. عيد الأضحى واستكمال الحج يعتبران من أكثر المناسبات تنوعا، فهو وقت يجتمع به المسلمين بغض النظر عن العرق أو الدولة أو المذهب للصلاة معا ولتقديم المساعدات الخيرية للناس المحتاجين في مجتمعاتهم. وهذا مثل قوي لنا في القدس وفي المنطقة، كيف أن الإيمان يوحد الناس ويوجههم نحو السلام والكرامة والعدل. عيد مبارك، حج مبرور، وكل عام وأنتم بخير.